السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشرح طريقة عمل اسطوانة ويندوز، اسطوانة فاضية ونمسك عليها الويندوز أو فلاشة ويندوز يو اس بي، برضه فلاشة فاضية وهنحط عليها ويندوز، والفلاشة ممكن نحمل عليها أكتر من ويندوز، لكن الاسطوانة ما ينفعش تحمل عليها إلا ويندوز واحد بس. هنبدأ إن شاء الله. أول حاجة هننزل برنامج الترا ايزو. برنامج الترا ايزو سهل جدا، هسيب لكم رابط البرنامج في صندوق الوصف. ده البرنامج. طبعا هو المفروض ان انا وانا بنزل برنامج بشوف الجهاز بتاعي، بشوف الجهاز بتاعي النسخة اللي انا منزلها على الجهاز بتاعي اللي انا شغال عليه، هل هي 32 بت ولا 64 بت، وعلى هذا الاساس بنزل البرنامج او جميع البرامج اللي انا بشتغل بيها. عموما بحاول انا اختار اللي يتوافق مع الويندوز بتاعي. تمام، بعد ما سطبت البرنامج بيجيب لي، بيقف على الرسالة ديت بتاعت تسجيل البرنامج، بقول له انتر كود وبفتح السيريال نمبر، باخد الاسم حطه له في الاول يوزر نيم، وبعد كده الباسورد، اوكي كده خلاص. دول يا جماعة اهو انا هبقى يعني ممكن تكتبهم بايدك او هبقى اسيبهم لك برضو في صندوق الوصف. تمام، بعد كده عندي برنامج اهو اشتغل. هفتح البرنامج بتاعي بيبقى بالواجهة دي. طبعا اي حاجة لازم اشتغل عليها لازم تكون ايزو، فهروح بقى على نسخة الويندوز بتاعتي. عايز بقى انزل نسخة 8 32 او 8 64 او 10 32 او 10 64 او اكس بي او 7. النسخة اللي انا يعني هنزلها هنا برضو نسخة 32 7 64. هبدأ اختار الويندوز اللي انا عايز انزله، بيظهر لي بالواجهة دي، بدوس على الكليكتين بيفتح لي البرنامج وبيفك لي ضغط الاسطوانة. هنا الاسطوانة كانت مضغوطة، هنا بقى مفتوحة قدامي، اقدر ممكن اخد منها كمان نسخة لو انا حابب انقلها على حاجة ما تكونش ايزو يعني، لكن انا عايز انسخها على اسطوانه. كل اللي انا اللي عليا بعمله ان انا بقول له بيرن. بعد كده بحط الاسطوانه بتاعتي في الدي في دي اللي عندي، وطبعا شرط لازم يكون الدي في دي رايتر. وبعد كده بضغط على كلمه بيرن، بس هنا طبعا مش هتظهر عندي لان انا مش موصل اصلا السيدروم في الجهاز، لكن انت لحد كده خلاص وصلت المعلومه. هدوس بيرن هنا خلاص كده اتنسخت الاسطوانة. طب لو انا عايز احطهم على فلاشة، بركب الفلاشة بتاعتي كده، ظهرت اهي. افتح برضو النسخة اللي انا هسطبها، وبعد كده بقول له ويرتين ديسك ايميج،
طبعا طريقة سهلة جدا، مش محتاج اي حاجة. لكن هنا بقى في قصة الفلاشة، هنا الفلاشة ظهرت اهي، الكينجستون بتاعتي. تمام، اول حاجة بعملها ان انا بدوس فرمات افرمت الفلاشة، وبعد كده ما بغيرش اي حاجة من الحاجات دي. واهم حاجة، اهم نقطة في الموضوع كله، ان يكون يو اس بي اتش دي دي، هي دي اهم نقطة في الموضوع، ما يكونش اي حاجة غير يو اس بي اتش دي دي. ما بغيرش اي حاجة خالص، كل اللي انا هعمله ان انا بضغط فورمات، وبعد كده بدوس على اباوت، بيبدأ ينزل لي او يحمل لي الفلاشة، الويندوز على الفلاشة. هسيب لكم ان شاء الله رابط البرنامج في صندوق الوصف، وهسيب لكم السريالات بتاعته وبس. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.